تايمز عم بيحطوا على الموقع، ولكن هلأ أوشور ما فيني قلكن why should I get bored، ليش بتجار يا حبيب قلبي، ما بقدر قلكن. مين اللي بتجار؟ طبيعة بتجار، الأطفال بتجار، إن لم تعودوا كالأطفال مين اللي بيتجار؟ معه مصاري، عنده مركز، بعد بدي هديك وأكتر، وأنا بدي أكون هون وبدي أخذ هالتلفزيونات وبدي أعمل أحلى برج وأعلى مقام وأعلى وبر وبر. شو نفع إذا ربحت العالم وخسرت نفسك؟ هو كلهم ضجرانين، من بلون لبلون. أهلا وسهلا مدام، من مجوهرات لمجوهرات، من صرمية لصرمية، من سيارة لسيارة، ومنتجر فيهم. قال اجت على البيت المرة لا اجازة نايم، من ايه هيدي ولا نايم معها؟ قال انطرينا انطرينا انطرينا. قطعت ما رأيت من هون، لقيت عم بتفتش هيك بالزبالة. قالت له عندك شي تأكل؟ قمت يعني جبت لها ايه، وبعدين بعدين قالت له عندك شي تألبس؟ اعطيتها الصرمية اللي انت ما عم تلبسيها. وبعدين بعدين اللي جبت لها أندروير يعني سليب يلي انت ما عجبك. وبعدين قال له بعدين اعطيتها هيك هون قميص وجينز. وبعدين قالت لي عندك شيء كمان كله مرتك ما عم تستعملهم، في شيء مرتك ما عم تستعمله؟ اعطيتها هي سكتي بقى، خليني خبرك يعني نحن كلنا هيك دغري. خلينا ننتبه، ليش؟ ليه هو مع غير مرة وأنا مع غير رجال، ومن رجال لرجال، ومن مرة لمرة، ومن حرمية لحرمية، ومن صرمية لصرمية، واشتري حتى تهتري وقنت ننكح الفضاء حفاة عراة نتطاول في البنيان. لأنه ضجراني، الأولاد ما بيتجاروا، بس ينعس بينام، بس يجوع بياكل، تنزل محطه ياكلها، بوقع البنية اللي عمرها من الرمل برجع بيعمر غيره. إن لم نعود كالأطفال لن ندخل ملكوت عشان هيك تجرني. شو بنعمل؟ ما حدا بيقدر يقول لك شو بتعمل. انا استفتي قلبك ولو افتوك، ولكن بنقرا. انا الكتاب عندي خير جليس، وبس تبعتوا لي عن الاسلام، عن امام علي، عن الحبيب، عن فاطمه الزهراء، عن رابعه والحلاج، وتكون لغه بسيطه ما بقدر لكم. عشان هيك بزين الكتب فيهم، ما بعود معروف الكتاب يعني، كتاب الرجل بالإنجليزي وكتاب الرجل بالعربي ما بقى لهم علاقة يعني، لأنه هيدا للعرب، نحن كتاب كوني، نحن كونيين، أنت كائن من المكون، ما حدا مثل حدا، كلنا مميزين. وقت اللي بتبعثوا لي هيك صحيح يمكن ما بعرف اقراهم منيح، ولكن خضروات التي احبها الحبيب، خضروات اثبت الطب والعلم فائدتها، الدبه عن انس بن مالك قال دعا الحبيب رجلا فانطلقت معه فجيء بمرقه فيها. كثير حب القرع وحب المقته وحب الخيار. اليوم العلم عم بيقلكن قديش مهم تاكلون، وانواع كثير من الدبه وانواع كثير من الخيار، مش خيار الدب ومدري شو، هيدا كله رش ودش وغش وهش وهيك كلهم. نحن بالضيعه، فلاح مكفي سلطان مخفي، كلنا بنرجع الى الزرع النباتي قد ما بنقدر، ما نرش فيك ترش مي صفوي، نعم ما بيجي البرغاش ما بيجي. في الطبيعه وقت بتلاقي هاي الحيوان ما عندك ولا هودي كلهم لهم دور، هيدي ما بتخليها، هيدا يجي القبوط ما بيجي لهون، البرغوطة ما بتجي لهون، النملة ما بتجي لهون، هيدي ما بتروح لهوني. طبيعة هي لحالها بتتناغم، نرجع إلى الطبيعة نشوف كيف هي عم تتناغم كل الفصول، مش بس شتاء وصيف وصف قريب وبتجو عواصف وهزات وزلازل وبراكين وفيضانات. يا لطيف شو عم بيصير هلا؟ هيدا بما كسبت أيدينا. ولكن إذا بتشوفوا شو أكلوا كل الأولياء والأنبياء، وورد ذكر القفاء في القرآن الكريم، فادعوا لنا ربك يخرجوا لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها. كتير مهم العدس والبصل، نحن أهلنا بيقولوا العدس بسمير الركبة، والبصل بس توصل على أرض تأكل من بصلة، بس توصل تنوصل ببصلة، لأنه إلى طاقات
layers مثل التمر والرطب هالشفافية اللي موجودة فيها. فإذا بدك تفهم أنت كيف بدك تأكل، كيف تكون هالإنسان الشفاف، من شفافك بيقدر يعرفه أنت كمان. الشفاه الحمرة من شو؟ شو عندك؟ ضغط دم، شو العلاج؟ بتخفف قد ما فيك من المواد الحيوانية الشاحبة والمائلة إلى البياض، خمول في الدورة الدموية، ركود بالدم ومشكلات على مستوى الجهاز الليمفاوي والحساسية. العلاج التخفيف من اشتقات الحليب والسكريات. بشكر هلأ بلشت وسائل الإعلام والأطباء تقول انتبهوا، الحليب كله مضروب. نحن مش إخوة برضاعة مع الحيوانات والبقرة وهادو، منشارك بقليل من الجبنة يلي هي الضرفية أو تكون طبيعية وانت أكيد منها، مشاركة مش شركة. فإذا أنت شو لونك؟ شو شفافك؟ الشفاف هن المعدة والمصران الغليظ والجهاز الاثني عشر، كلهم هون على تمك. مد لسانك شوف لون شفافك، طلعي بابنك وشوفي شفافه. تخفيف من الدهون والأطعمة المقلية والبيض، انتبهوا الداكنة والمائلة إلى الزرقة، تراكم الحوامض الدهنية. العلاج كمان تاكلوا اللي بتعرفوه وانصرتوا. إذا من تفخة، هل عم ننفخ شفافنا؟ ليه عم ننفخهم؟ منين اجت هالفكرة؟ نفخ الشفاف هي مرض عند الفاجينا في الفرج، ولكن نحن اللي عم ننفخ طاقة العرض عم بتقول له تعا وتصير تعليك. أنا بشكر قربت تنحل، إن شاء الله تضلكم تحلوا هيك هالبنت الصبية اللي بتعلك وبتشدق بالعلكة. هيدا عم بتعلمنا أنه كلنا هيك عم نعمل على الطريق، شو معناته؟ انتبهوا، ما رح أقولها بالعربي ولا بالإنجليزي، بس على موقع maryamnoor.com كل يوم في ربع ساعة عربي وربع ساعة إنجليزي على الإنجليزي، بقول الإشياء اللي ما فيني أقولها هون أبدا، وبالبيت بقول اللي ما بينقال الصمت منقوله، ونحن منكتشف كلنا. وانت بتشوف اسرى بعبده انتفاخ الشفاف، يعني هون الامعاء والغليظ كلها مترهله ومتحقنه، بدك تاخد كتير اكل فيه الياف، والاكل اللي فيه الالياف نزع القشور خطوه الى القبور. شعير، نحن شعب الشعير قد ما فيكم، وشعب شعب التنبيت كتب المعلم كمال جملات. نحن ما عنا رز ببلدنا، حط كيلو اثنين كيلو بالبراد بالصيف وبالشتاء، انك تقدر تاكل شوية رز كامل. مد ايدك على مصر اللبناني، انت مصر بتاكل من ما يليك. نعم قد ما فيكم تشربوا مي، ولكن بس تكونوا عطشانين. اذا حطيت مي كتير على الزريعة بتموت، ونحن اذا شربنا مي كتير بصير شعنا كلوينا، بصير عندي وجعة هيك، بصير الولد يعمل بيبي تحته والكبير كمان. انت بوقت منأكل فواكه ومننام منصير نقوم بكرة عبكرة فصدنا يلي بعمري ما فيك تفوت على العمام، ايه ماما بعيط لها لأمه ماما وبترد لا مرته. قال الحبيب في احدى الخطب: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ان شاء الله يموت صغير اذا كان شر. لديسة تريزا ثلاث اولاد عندها، عرفت شو هتعمل فيها؟ بس هي قديسة وهي حكيها المسيح وقال لها، قالت لهم رح اترككم الدنيا لكم انا لا، ومشيت على خطى المسيح. نعم خلقنا الله قال حتى لننتهك حرمات الله لنعصي الله اليوم بالنار. لا لشو خلقنا؟ لحتى نكون نحن كليم الله وحبيب الله وروح الله وخادم الله، خادم الحرمين. ما فينا نستخدم ايدينا بالحرام وايدنا بالحرام، مشان هيك شو بيعمل البي بس يخلق عنده الطفل؟ استغفر ربك والله انت بنعمة لانك ما زلت تتنفس. نعم بعد غيرك التف بالكفن، ما زالك بعدك موجود. اليوم نترك كل المعاصي ونقول سامحوني 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 الى كل واحد اسأت لك، لولا وجودي ما اسأت لك. كل واحد يلي طعني بظهري وبوجهي بشكرك وبقلك سامحني، ورح تضل بقلبي. ولكن في قانون حتى يقدر نقدبك أكثر بالقانون، والقانون فوق راسي وراسك، كلنا تحت القانون. ولكن اللي عنده أخلاق خلقه القرآن، إنك لعلى خلق عظيم.
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كثير حلوة، حلالا طيبا، كيف عم نزرع، كيف عم نحصد، كيف عم نمضغ، بشو عم ناكل، ننتبه لأنه هذا الجسد أماني بدي أرجع أرده لأم الأرض. بدي تجي الدودة هي وعم تاكل وتقلي لا شو حطيتها هيدا هون زيت على الدودة، بكي الإمام علمي لما نعرف شو عم نعمل. لا تتبع خطوات نهايتها جهنم وبئس المصير. مدى لديك الوقت، استغل الساعات القادمة بمحي ذنوبك بالبحث عن أجر لتكسبه. يا حبيبي أنا، عالجوا مرضاكم بالصدقات، هالموقع بحاجة إلى صدقاتكم، وكل يوم وكل يوم وكل يوم أكثر من يوم لا تملكه حتى تنفقه. الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم، ما حدا بيحب مريم إلا مريم، المر واليم والنور. إذا ما حبيت نفسي ما فيني حبك، إذا ما ضويت أنديلي ما فيني ضوي أنديلك، بصيروا اثنين وبعدين ثلاثة وأربعة، شمعة صغيرة بتضوي عتمة كبيرة، بذرة صغيرة تعمل شجرة كبيرة. يا حبيب قلبي ما فيه، ويبقى عملك هو الذي ينقذك ويساعدك. فلا ذل ولا قل ولا ضل ولا مل. جلس رجلان قد ذهب بصرهما على طريق ام جعفر زبيدة العباسية لمعرفتها بكرمها، فكان أحدهما يقول اللهم ارزقني من فضلك، والآخر يقول اللهم ارزقني من فضل ام جعفر. وكانت ام جعفر تعلم ذلك منهما وتسمع، فكانت ترسل لمن طلب فضل الله درهمين، ولمن طلب فضلها دجاجة مشوية بجوفة 10 دنانير. وكان صاحب الدجاجة يبيع دجاجته لصاحب الدرهمين بدرهمين كل يوم، وهو لا يعلم ما في جوفها من دنانير. وأقام على ذلك 10 أيام متوالية، ثم أقبلت أم جعفر عليهما وقالت لطالب فضلها، أما أغناك فضلنا؟ قال وما هو؟ قالت 100 دينار في 10 أيام، لا بل دجاجة كنت أبيعها لصاحب الدرهمين. فقالت هذا طلب من فضلنا فحرمه الله، وذاك طلب من فضل الله فأعطاه الله وأغنى. يقول الشيخ عبد الحميد كشك يرحمه الله، من اعتمد على غير الله زل، ومن اعتمد على غير الله قل، ومن اعتمد على غير الله ضل، ومن اعتمد على غير الله مل، ومن اعتمد على الله فلا ذل ولا قل ولا ضل ولا مل. عن علي أنه قال اللهم انزع الوهن من قلوبنا، الوهن هو حب الدنيا وكراهية الموت. قال له نعم، أعطنا خبزنا كفات يومنا، هيدي دعاء أنه أعطيني أنا اليوم عيشني، أعطيني لليوم لأني ما بدي نام وعندي ببيتي مي وميل. كل واحد منا إذا عندك وأنا اللي عندي بيروحوا لإنسان، ما هو خيي ولا بنتي ولا حد، خيي بالروح بكفي الطريق لو معي دولار. وهيك غلطت كتير مع ناس، بس هلا خليل أبو الشوارب وواحد تاني كمان منصور وواحد تاني، مش بس بشخص واحد بوسع، بكون ضعيفة في أكتر من إنسان، أكتر من صديق. فإذا أول رغيف بدي أكله، أول شقفة خبز لا تمي نفسي، ثاني شقفة، ثالث شقفة، رابع شقفة، هيدي صورة المائدة. خذوا كلوا هذا هو جسدي، واشربوا هذا هو دمي للعهد الجديد، يعني كل لحظة موت وقيامة. المسيح قام حقا قام، نعم كلنا عنا ريزوركشن، كلنا قيوم، يا حي يا قيوم. كل دقيقة في موت وقيامة هي منعرف انه ما منعرف، والمعرفة انه في حياة ابدية، والمعرفة انه بدي حب الاخرة مش الدنيا. انا على ممر، فاذا بدي خلي العين تشبع من التراب، هذا كله تراب، شو بعمل؟ صر مي وحده بتأديني لحي برا، وجوا عندي اكثر من بدله بلبسها وبرجع، اللي بيلبس من التيابه بعثوا لي بريد. هودي تيابنا كلنا، بحب شكل لانه هل قال لي خليل بحب نشوفك هيك مره بعمرك بهالالوان، عظيم. ومين اللي بخيطهم؟ مين اللي بيلبسني وكيف؟ ومنشارك فيهم، وانا بلبس من التيابكم كمان. هيك كلنا برا بنلبس، اوضه للنساء، اوضه للرجال وللولاد، والعاب بتفوت بتاخذ اللي بدك. نعم النجاح سلم لا تستطيع تسلقه ويداك في جيبتك، بدك تطلقت فيه. كثير حلو، كلمات رائعه.
من يحاول يمسك الشبكة.